كشف تحقيق أجراه برنامج أدلة النزاع العابر للحدود عن ارتباط شبكات تهريب البشر بين لبنان وسوريا بالأجهزة الأمنية والعسكرية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني، والمبالغ التي يتقاضاها العاملون عبر هذه الخطوط مقابل تهريب الأشخاص والعائلات بين البلدين. في محاولات للتكسب مرة عبر حصد الرشا وأخرى عبر طلب الفدية، تحول الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وميليشيا حزب الله اللبناني الحدود السورية اللبنانية إلى معابر لتهريب البشر. برنامج أدلة النزاع العابر للحدود نشر تحقيقاً تناول الموضوع. يشير التحقيق إلى أن غالبية المستفيدين من تلك الطرق هم المعارضون السياسيون للنظام ومقاتلو المعارضة والمطلوبون في القضايا الجنائية، وكذلك الفارون من الخدمة العسكرية واللاجئون في أوروبا الذين يرغبون في زيارة سوريا من دون ختم رسمي. أما عن الطرق المتبعة للتهريب فيشير التحقيق إلى وجود ثلاثة طرق رئيسية، وهي الخط العسكري الذي يستخدمه أعضاء حزب الله على معابر لا تخضع لأي رقابة أمنية، وتصل كلفة التهريب فيها إلى أكثر من 10,000 دولار، وطريق معد للتهريب في ريف حمص بكلفة ما بين 100 و150 دولاراً. أما الطريق الثالث فيعد الأكثر استخداماً ويربط مدينة شبع اللبنانية ومدينة طفيل السورية ويختص بنقل الحالات الأمنية، فضلاً عن طرق أخرى أكثر وعورة قد يتم قطعها مشياً أو عبر ركوب الدراجات والدواب. يؤكد التحقيق أن عمليات التهريب هذه ليست دوماً آمنة، إذ قد يتعرض المهربون إلى عمليات اختطاف بهدف البيع لعصابات وطلب الفدية، كما يشير إلى أن أسلوب التهريب يختلف باختلاف الوضع الأمني للشخص وحالته المادية، بحيث كلما كان الوضع الأمني أكثر تعقيداً ارتفع السعر، بل تم وضع قائمة أسعار لمختلف أنواع المخاوف الأمنية. ليخلص التحقيق إلى أنه بالإمكان تهريب أي شخص بصرف النظر عن وضعه فقط إن دفع السعر المناسب. وينضم إلينا من طرابلس مراسلنا أحمد القصير، ونرحب بضيفنا هنا في الاستديو الصحفي علي رجب. أرحب بكما وأبدأ معك أحمد. تجارة بشر على الحدود يقوم بها عناصر النظام وميليشيا حزب الله، حدثنا أكثر عن هذا الأمر وما هي المعلومات المتوفرة الآن لديك؟ طبعا أصلا هذا الملف ليس جديد، طبعا المناطق الحدودية أغلب المناطق الحدودية تنشط فيها هذه التجارة، إن كان في أيام السلم أو في أيام الحرب. الآن هذه التجارة ازدهرت بشكل كبير نتيجة الأوضاع التي تمر بها سوريا، إضافة إلى أوضاع بعض الناس الموجودين في الداخل السوري، منهم من يريد المغادرة إلى أوروبا، ومنهم من يريد المغادرة إلى تركيا، ومنهم من يريد المغادرة نتيجة طلبه الأمني من قبل قوات النظام السوري. هذه التجارة أيضا تواجدت ونشطت على كامل الحدود اللبنانية السورية، تحديدا فترة جائحة كورونا بعد أن فرضت قيود على الدخول إلى لبنان نتيجة جائحة كورونا. أحمد هل تسمعني؟ للأسف يبدو أن هناك مشكلة بالصوت، وانقطع الاتصال مع مراسلنا أحمد القصير من طرابلس. شكرا جزيلا لك، أرحب بك مجددا سيد علي ضيفنا هنا في الاستديو. وفق التحقيق حول ما يقوم به النظام وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية إلى معابر تهريب البشر، من هي الجهة المستفيدة؟ هل هي حالة تجارية فقط أم هناك أهداف أخرى يمكن فهمها مما يحدث، خصوصا بأن النظام مشرع الأمور على مصراعيها؟ يعني أتوقع أن الأمر ليس فقط له بعد تجاري وسرقة، طبعا هذا جانب لا يمكن إغفاله، بأنه هناك شبكات تتكسب من هذا الأمر وأيضا تحاول أن تستثمر فيه وتعوض بعض الخسائر التي لحقتها بعد انتهاء حملات التعفيش وحملات المعارك التي ضربت المدن السورية وقامت بها قوات الأسد وتلك الميليشيا التي اعتادت
كادت أن تعتاش على مثل هذا الأمر. بالتأكيد هذا جانب لا يمكن إغفاله، ولكن لا يمكن أيضا أن نغفل جانب استمرار نظام الأسد بسياسة التغيير الديموغرافي. هو يعني جهد منذ بداية الثورة على فتح الأبواب من أجل خروج الناس من بعض الأحياء، بعض المدن، أو ناس محددة تحمل إيديولوجية محددة، فكر محدد، عمل على إخراجهم من مناطق سيطرته، كما يقول وكما زعم نظام الأسد نفسه ورأس نظام الأسد نفسه، وقال بأنه يريد سوريا أكثر تجانسا. وبالتالي هذا الأمر يفتح الآن من جديد، فهو يحقق مكسب للطرفين، مكسب لتجار البشر الذين يعتاشون من هذا الأمر والميليشيات التي تسترزق منه خلفه، وأيضا مكسب لنظام الأسد الذي يستمر بسياسة التغيير الديموغرافي والتهجير الذي اتبعها ضد السوريين خلال الفترات الماضية. طيب بالنسبة للمعابر تحديدا، هل هناك معلومات عن عددها؟ أين هي؟ كيف تعمل؟ يعني نحن يمكن أن نرى بأن الحدود السورية اللبنانية كلها تقريبا هي ممكن أن تكون معابر لتهريب البشر، إذ أن هذه الحدود أصلا تعاني من أو يعني تنشط بها تجارة المخدرات وموضوع زراعة المخدرات، لاسيما في القلمون ومنطقة الزبداني وهذه المناطق السلسلة الجبلية، هذه هي تقع تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وبالتالي أيضا منطقة البقاع، هذه المناطق مناطق نشطة بالتهريب والتجارة وزراعة المخدرات، وبالتالي هنا يمكن تهريب البشر. وأيضا هناك طرق من حمص باتجاه لبنان، وكذلك الطرق التي توجد على الحدود اللبنانية السورية الجنوبية، شبعة ومنطقة الطفيل التي تقع على الحدود السورية. لماذا هذه المنطقة طفيل وشبعة تنشط بها؟ لأنه هناك مناطق مصالحة في درعا، وبالتالي هناك حملات مستمرة من قبل نظام الأسد على الشباب الموجودين في درعا، والذين لهم خلفيات سياسية وأيديولوجيا سياسية مختلفة رغم المصالحة التي خضعوا بها لنظام الأسد، وبالتالي هؤلاء يفترض أن يقصوا من البلد. هناك حملات اعتقال تفتح لهم أبواب التهريب، وإما أن يذهبوا بطرق التهريب ويدفعوا فلوسهم وبالتالي يستفيد منهم الميليشيات، أو أنهم ربما يكونوا عرضة أصلا للاختطاف أثناء عملية التهجير وأثناء عملية التهريب، وأيضا ربما يكونوا هم عرضة للاعتقال من قبل نظام الأسد. عاد إلينا الاتصال مع مراسلنا أحمد القصير من طرابلس. مرحبا بك أحمد مجددا. هل عمليات التهريب تتم فقط من لبنان إلى سوريا أم الاتجاهين؟ أم كيف تتم حسب المعلومات لدي؟ عمليات التهريب اصلا تتم عبر الاتجاهين، منها من لبنان الى سوريا، ومنها من سوريا الى لبنان. العمليات التي تاتي من سوريا الى لبنان هي عمليات لناس اغلبهم في الوقت الراهن اصبحوا مطلوبين للخدمه الالزاميه، ومثل ما ذكر ضيفك ان منهم من اتى من درعا على خلفيه المصالحات التي حصلت في الفتره الاخيره نتيجه الاتفاقات الروسيه مع النظام السوري هناك، اضافه الى ان العمليات المقابله التي تتم من لبنان الى سوريا، هناك عمليات تتم من لبنان الى سوريا تهريب احيانا لبعض اللاجئين السوريين المتواجدين هنا، وتحديدا بعد قانون رقم 10 الذي فرضه النظام السوري لاهالي اعادوا وثبتوا ملكيتهم بسوريا، اضافه الى بعض اللاجئين الراغبين المغادره لبنان، وتحديدا بعد عام 2019 نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان. هناك منهم من غادر باتجاه تركيا، ومنهم من غادر باتجاه العراق، ومنهم من غادر باتجاه أوروبا عبر طريق الخروج من لبنان إلى سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. أحمد، ذكر التحقيق أن تكلفة عمليات التهريب تختلف من طريق إلى آخر، وهناك قائمة بالأسعار أيضا تخص موضوع المخاوف الأمنية، لو تفصل لنا هذه النقطة إضافة إلى أهم المعابر، وما هي الفروقات بين طرق التهريب ومعابر التهريب؟ طبعا أصلاً لا تستطيع إحصاء المعابر نتيجة الحدود الكبيرة التي تشترك لبنان فيها مع سوريا، حيث أن الحدود تبدأ من مدينة طرطوس تقريبا، الحدود السورية اللبنانية، انتهاء بمزارع شبعة أو بمنطقة شبعة في لبنان. هذه الحدود الطويلة جعلت هناك معابر غير رسمية كثيرة نتيجة تواجد المهربين إن كان من الطرفين، إضافة إلى أن المعابر التي تنشط في فصل الشتاء غير المعابر التي تنشط
في فصل الصيف طبعا، إضافة إلى أن هذه المعابر هناك منها من تكون عفوا هناك معابر تكون سهلة الاستخدام كمعابر التي موجودة في منطقة القصير في مدينة القصير، إضافة إلى معابر أخرى من الناحية من ناحية الهرمل يعني طبعا، إضافة إلى أن هناك معابر أيضا من منطقة وادي خالد والتي تتجه إلى أكثر من منطقة، يعني معبر وادي خالد مثلا هناك مغادرة باتجاه الريف حمص تلكلخ وغيرها مناطق، إضافة إلى أن هناك باتجاه طرطوس، إضافة إلى وتواجد معابر شبعة التي في الجنوب، إضافة إلى معبر القلمون ومعبر الطفيل وهو الأصعب حاليا نتيجة تواجد الجبال. يعني هناك قائمة الأسعار تختلف أولا حسب الشخص والطلبية التي يكون مطلوب بها النظام السوري، إضافة إلى أن قائمة الأسعار تختلف حسب الطريق ومسافة المشي في هذا الطريق، أو إن كان هذا الطريق سيعبر عبر سيارة قانونية أو عبر دراجة نارية أو أنها هذا كم الأسعار تتراوح بين يعني هذه الأسعار تتراوح بين أي أرقام؟ الأسعار تتراوح بين 50 دولار وتصل حتى 3000 دولار حسب الأشخاص، لكن المتعارف عليه أغلبه أنه تصل بين 50 دولار إلى حد 300 أو 400 دولار في المناطق التي يكون فيها سيرا على الأقدام قليلا، إضافة إلى مناطق أخرى يكون السعر فيها يصل إلى 100 دولار يكون عبر دراجة نارية، إضافة إلى مناطق أيضا أو شخصيات تكون مطلوبة لدى النظام السوري يتم نقلها عبر سيارات عبر طرق غير رسمية وليس عبر الحدود الرسمية. طبعا الأمن اللبناني حاول مكافحة هذه التجارة، لكن هذه التجارة تنشط في المناطق. هذا ما كنت أريد أن أسألك عليه، أين الأمن اللبناني من كل ما يحصل؟ حاول سابقا الأمن اللبناني مكافحة هذه التجارة، لكن هذه التجارة تنشط بشكل كبير على الحدود، مما جعل أغلب أهالي هذه المناطق الحدودية وليس لهم تبعية سياسية واحدة فقط لحزب الله، أيضا هناك مناطق تتبع لتيارات سياسية أخرى كانت قد نشطت في هذا المجال، وأغلب أبناء المناطق الحدودية نشطوا في هذا المجال تحديدا بعد الأزمة الاقتصادية التي مر فيها لبنان، مما نشطوا في هذا المجال نتيجة أن هذه التجارة تحقق الربح السريع للعاملين بها. أشكرك كثيرا أحمد القصير. أصلاً إضافة نعم. إلى أمر مهم بعجالة أحمد تفضل. أريد التنبيه إلى موضوع الذي ذكره التحقيق، كنا قد عانينا منه سابقا هنا في لبنان، الكثير من السوريين يحاولون الأتيان عن طرقات أشخاص غير موثوقين حتى من المهربين، تختلف الأسعار بين مهرب موثوق ومهرب غير موثوق، يأتوا بالشخص من مناطق سوريا مختلفة إن كان من أسويداء أو درعا أو غيرهم مناطق بعيدة بحجة أنهم يريدون إدخالهم إلى لبنان لتسفيرهم عبر مفوضية شؤون اللاجئين، وهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، أرجو منه الانتباه دقيقا، إضافة إلى أن المهربين يأتوا بالأشخاص إلى جسر مصفات حمص، يضع الشخص الذي يريد الدخول إلى لبنان فوق جسر مصفات حمص، وتكون هناك ميليشيا تابعة للدفاع الوطني الذي قائدها هو شجاع العلي تنتظر تحت الجسر، يقوم المهرب ببيع هذا الشخص لهذه الميليشيا، تقوم هذه الميليشيا بمفاوضة أهل هذا الشخص وبيعه لأهله بمبالغ تتراوح من 3000 دولار أمريكي وحتى 25000 دولار أحيانا. أشكرك كثيرا أحمد القصير مراسلنا من طرابلس. أعود إليك سيد علي، إذن إضافة إلى كلام مراسلنا أحمد القصير، أشرتم إلى تعرض الأشخاص على المعابر إلى عمليات خطف وطلب فدية، ما خطورة هذا الأمر؟ هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ من الذي يطلب الفدية؟ كيف تتم الآلية؟ يعني هناك حقيقة منذ فترات طويلة هناك دراسة للأشخاص الذين يتم استهدافهم من قبل حتى أفرع المخابرات والعناصر التابعين لنظام الأسد والميليشيات التابعة لنظام الأسد وأيضا حزب الله، عندما يعرفون بأن هذا الشخص هو ابن تاجر ما أو له يعني خلفية مالية جيدة، فهو يصبح محل استهداف، وبالتالي يتم استهدافه سواء كان داخل البلد أو خارج البلد. داخل البلد يتم استهدافه من خلال تعميم اسمه على الحواجز وأيضا اختطافه من قبل أجهزة الأمن التابعة لمخابرات الأسد، وبعدها يتم دفع الفدية من أجل أن يخرج الرجل من أفرع الأمن. من لم يتم استفزاز أهله بهذه الطريقة يتم عندما يكون هذا الشخص يلجأ إلى الهجرة أو إلى الخروج من البلد، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بعمليات المصالحة. إذن هناك حقيقة دراسات
يعني تقوم بها هذه الميليشيات للأهداف التي تريد أن تضربها من أبناء التجار ومن أبناء المدن وأبناء المصالحات. هذا الأمر ليس فقط على الحدود اللبنانية، علينا أن نعرف أيضا أن هذا الأمر يمتد حتى ما بين الشمال السوري المحرر وما بين أيضا مناطق نظام الأسد. هذا أيضا هناك طريق تهريب باتجاه الشمال السوري المحرر وبالتالي منها إلى تركيا. أيضا هناك طرق تهريب باتجاه العراق. للأسف نظام الأسد أوصل السوريون إلى أو السوريين إلى حد بأنه كل شخص يعني عنده رغبة أنه يدفع آلاف الدولارات من أجل أن يغادر هذه البلد بسبب الضيق الذي أوصلهم له نظام الأسد، سواء من خلال فقدان الأمل لدى السوريين بعودة سوريا إلى ما كانت عليه، وأيضا من خلال الظروف الاقتصادية السيئة والظروف المعيشية السيئة التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأيضا ملاحقتهم دائما من أجل أن يكونوا في خدمة العلم وبالتالي دخولهم إلى الجيش وعدم معرفتهم متى سوف ينتهون من هذا الموضوع. كل هذه الضغوطات هي سياسة ممنهجة من هذا النظام لدفع هؤلاء الشباب للهجرة، وبعدها يصبحوا فريسة لشبكات التهريب على طول الحدود وطول مناطق سيطرة نظام. الطرق التي ذكرها التحقيق تضمنت تهريب البشر، ماذا عن تهريب الممنوعات والمخدرات الذي يقوم به عناصر ميليشيا حزب الله؟ يعني عندما يكون هذا النظام وهذه الميليشيات منقطعة عن مصادر تمويل يعني مجدية حقيقية لها بعد أن فرط نظام الأسد بكل مقدرات البلد لغيره، وهذه الميليشيات اعتادت على التشبيح والتعفيش، عندها سوف يلجؤون إلى كل الممنوعات. الآن نظام الأسد والتقارير العالمية تشير بأنه يعتاش حقيقة ويعتمد بشكل رئيسي على تجارة المخدرات من أجل تمويل نفسه، وبالتالي هذه كلها شبكات منظمة وشبكات تابعة لأفرع الأمن وبالتنسيق مع الميليشيات اللبنانية التابعة لحزب الله. لذلك عندما أنت سألت هل هذا الموضوع يكون على طرفي الحدود، ماذا عن الأمن اللبناني وماذا عن الطرف اللبناني الذي لم يضبط هذه الحدود، هذا يعني يوصلنا إلى نتيجة بأن هناك تنسيق ما بين هذه الميليشيات التي هنا وما بين الميليشيات التي هناك، وهي التي نسق خلال الفترات السابقة بالعمليات ومحاولات تعفيش البلد وتعفيش السوريين في كل المدن السورية. طيب هل ترى أن هذه التجارة تذهب إلى ازدهار أم سيكون هناك مشاكل عليها بعد يعني بعد كل هذه المشاكل؟ يعني في 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 ظل الواقع الذي يعيشه السوريون في البلاد، اتوقع ان هذا الامر سوف يدفع المزيد من السوريين للهجره، ولكن هل امكانياتهم سوف تسمح بذلك؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. وايضا الا يمكن ان نرى لاحقا صراع ما بين الشبكات التابعه، شبكات الميليشيات نفسها التابعه لنظام الاسد على هذا هذه الطرق؟ بالتأكيد سوف نشهد مثل هذه الصراعات، وربما تكون أصلا الآن هي موجودة ولكن تكون خفية فيما بينهم أو أنهم متوازعين للأدوار. هذه الصراعات لم تكن وليدة اللحظة، طريق التهريب من لبنان كان دائما هو أصلا تحت رعاية آل مخلوف وآل الأسد التي كانت تنشط بالتهريب على طرق الساحل، كانوا يهربوا الدخان والممنوعات كلها خلال فترة بشار الأسد وخلال فترة ما قبل 2011، كلها كانت هذه الطرق متاحة للتهريب، وكان يعني المسيطر عليها والناظم لها هم العوائل الموجودة في القرداحة والتابعة للنظام السوري. أشكرك كثيرا، كنت معنا هنا في الاستديو علي رجب الصحفي. وفي ملفنا الثالث، القمامة تنتشر في أحياء السويداء ومؤسسات النظام كعادتها لا تحرك ساكناً.